باشمهندس هشام مساء الخير. اهلا كيف، اهلا بيك. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله الحمد لله. يعني الحقيقه مش عارف اقول الف مبروك مقدما، اقول الحقيقه النهارده ان زياره توماس باخ واشادته النهارده بالبنيه التحتيه لمصر مع قرار الدوله المصريه النهارده بتقديم ملف لاستضافه اولمبياد 2036، اعتقد دي خطوه كبيره جدا جدا. طبعا يا فندم، وانا بقول طبعا يعني توماس باخ ما بيعرضش الموضوع ده الا لما شاف منظومه رياضيه كامله جاب بنتائج كبيره. واللي انا عايز اقوله ان اللاعبين الكويسين واللي بينافسوا واللي بيكسبوا والقادرين والفنانين هم باشمهندس استاذن حضرتك معلش، انا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول ان توماس باخ ما بيعرضش، هو مين اللي بيعرض، احنا ولا هو؟ لا يعني توماس باخ حضرتك لما جاء وبيعرض الموضوع ده مبدئيا، احنا انا يعني انا بعد ما شفت الكلام ده كله جاي اقول لكم ان هنا تقدروا تعملوا اولمبياد، وابتدى يتكلم في الكلام ده مع فخامه الرئيس، وفاللي انا بقوله يعني البنيه التحتيه اللي موجوده والقوه البشريه، انا بتكلم في المنظمين وبتكلم في الحكام والدكاتره واللاعبين وكل حاجه، هي اللي بتخلي الدوله وعلى اثار القياده السياسيه برئاسه طبعا فخامه الرئيس تعمل بنيه اساسيه، وما البنيه الاساسيه تبقى موجوده كبيره، بتخلق كوادر كويسه ولاعبين كبار، هم بيكملوا بعض كل الهدف واحد حضرتك، المنظومه الرياضيه ما بين الانديه والاتحادات واللجنه الاولمبيه طبعا ووزاره الشباب والرياضه والتناغم اللي بينهم طلع الكلام ده، وحضرتك شايف الرياضه دلوقتي مستقره، مش عايز اقول كمان بتتقدم وبس، ما فيش حد بيكسب الا بتشوفه بيكسب وبيتقدم، ما فيش واحد بيشوفه بيكسب ويرجع لورا، يعني كانت حاجه بالصدفه، قصدي ده كله يخلي البلد تطلب وفخامه رئيس عنده الوعي والعمق في التفكير في الموضوع ده، انه مش عايزه انه يوافق على حاجه دي، مش لا يمكن واحد هيعمل اولمبياد في بلده وما عندوش ثقه في ان الاولاد بتوعه ولاعبينه مش هيجيبوا نتيجه، مش هقول هنعمل اولمبياد هنا مصر تطلع من غير نتائج، قصدي ما يبقى الثقه موجوده في القوه البشريه والثقه موجوده في التنظيم وفي كل المستلزمات دي اكيد، ومع البنيه الاساسيه المباشره في الرياضه او الغير مباشره في الطرق وفي الكباري وفي الاوتيلات وفي المطارات وكل الخدمات كلها اللي موجوده، كل دول على بعضيهم هو ده الاولمبياد يا فندم، هو الاولمبياد الناجح اللي هيطلع بنتائج كويسه تفرح الشعب المصري كل حاجه. وانا النهارده فخامه الرئيس قال حاجه مهمه جدا جدا، كان بيقول لتوماس باخ الكلام ده، بيقول له انا بعمل المنشات دي كلها الشعب المصري قبليه، يعني بمعنى قبل اي حد تاني، ان الشعب المصري لازم يستفيد منها ولازم يتبني من خلالها، دي حاجه كويسه، وفي نفس الوقت يعني نعمل البطولات الكبيره وكل حاجه، انما الشعب له قيمته، والقيمه دي في الاخر هي اللي بتفرح الناس واللي هي اللي بتبني كل حاجه مع وعي كامل زي الوعي مع فخامه الرئيس. السؤال هنا يا فندم سؤالين في سؤال واحد. هل يا فندم الملف ده يعني هم الناس في لجنه الاولمبياد الدوليه اخذوا قرار ان الاولمبياد دي هتكون في افريقيا؟ وهل حضراتكم تقديم الملف المصري هل حصل يعني مفاوضات او جس نبضه او كلام ان مصر مش هتقدم الملف غير ان شاء الله باذن الله لما يكون يعني في حظوظ كبيره جدا في الفوز؟ حضرتك ما نقدر نقول لما رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه يزكي بلد ما ويقتنع قناعه شديده بهذه البلد، هو اللي هيوجه كل البلاد الثانيه عشان تتعمل فيها تتعمل تقام يقام الاولمبياد في مصر، يقام الاولمبياد في افريقيا وبعدين في مصر. افريقيا بلد دوله فيها 54 دوله افريقيه، افريقيا فيها 54 دوله افريقيه، مصر قادرة انها بتجذب الناس كلهم، كل الناس بتحب مصر وتثق في مصر وتثق في الانجازات اللي معموله، انما دي احنا خدنا تزكيه طبعا افريقيا لها الحظ الاكبر، لان افريقيا لم تقام فيها اولمبياد على مر التاريخ، القارات الثانيه تعمل فيها اولمبياد واثنين وثلاثه في اكثر في نفس البلد، فمصر عندها الحظ اكثر، اما يبقى مصر اللي احنا عارفينها النهارده مقارنه بالبنيه التحتيه في الثمان سنين اللي فاتوا لغايه دلوقتي مقارنه باي دوله في افريقيا، لا احنا بعيد خالص عن الموضوع ده، فاذا كانت الموضوع محصور في افريقيا وده وجهه النظر اللي موجوده ان شاء الله مصر هيبقى حظها هي اوفر كتير، وانا حتى ارى ان المنشات اللي موجوده والمنظومه اللي موجوده اقوى من بلاد كتير قوي من المنشات اللي تقدمت وتابعتنا بكتير، احنا احسن منهم بكتير، مفيش حاجه تقل عن البلاد دي،
واللي احنا شفناه بيتيني الثلاث سنين اكيد ربنا 10 مرات زيه في ال 12 يعني سنة. يعني احنا بنقترب بشده من هذا الملف يا فندم باذن الله بإذن ان شاء الله. انا سمعت برضو السنه الجايه احتمالات يكون في ايفنت كبير برضو. طبعا حضرتك هو في برضو يعني سريعا في دوره الالعاب الافريقيه المفروض في غانا في اسرى ويعني لسه الامور مش متاكدين منها قوي فيها شويه صعوبات. طبعا دوره دوره افريقيه في بلد برضه في عرض النهارده في بلد بعيده عن مصر يعني لانه قل من شان اي حد بس بعيده عن مصر في التطور وفي الرياضه وفي المنشات والحاجات دي مصر هتبقى حظها برضه اوفر واحنا في اكثر من مره كانت بطولات هتتعمل في حته او اجتماعات على مستوى عالي بتعمل في بلاد افريقيه ثانيه وقدرنا ناخدها في الصراع في الكوره طبعا حضرتك ادرى بالمواضيع دي وكانت حاجه على اعلى مستوى فده برضه موجود دوره العاب الافريقيه سنه 23 نامل ان بعد الاجتماعات بتاعت الدول الافريقيه كلها والاتحاد الافريقي ممكن تبقى واصله عندنا انما برضه في جرين لايت من فخامه الرئيس ووزير الشباب والرياضه طبعا بعد استئني في دراسه الموضوع لان ده موضوع دراسه عايز دراسه جامده وعايز امكانيات برضه وتمويل ومنظومات كثيره امنيه وصحيه ومش عارف ايه فان شاء الله احنا بندرس الموضوع ده هنقدمه بندرسه مع 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 الاستاذ شعب الرياضه اكيد وعلي الوزير يقدمه بعد كده لفخامه الرئيس ونحاول نبرزه بقى باكثر ما يمكن اما مبدئيا ما فيش مانع من الموضوع ده زي ما احنا فهمنا والعبره بقى في الخاتمه بالقناعه والفايده اللي هتعود على البلد باذن الله ان شاء الله يا فندم. هل يا فندم تتوقع يعني ان في يوم من الايام مصر تستضيف كاس العالم؟ يعني احنا مش اقل من الاستضافه كاس العالم يا فندم تستضيفها مره ومرتين كمان اذا جاز التعبير يعني مش اقل من ليه لا يعني حضرتك ليه لا يعني ايه اللي ناقص؟ ما فيش حاجه ناقصه لا انا عارف ان احنا جاهزين طبعا يا فندم طبعا جاهزين والثلاث سنين اللي فاتوا حضرتك شفت على جميع المستويات من الكوره وغير الكوره مصر كسبانه كل حاجه ما فيش لعبه مصر مش كسبانه فيها احنا كسبانين على مستوى الاقليمي والقاري والدولي يا فندم في كل حاجه. بشكرك يا باشمهندس هشام وان شاء الله باذن الله كل التوفيق في القادم. شكرا جزيلا المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه والحقيقه حاله سعاده كبيره جدا النهارده بالوسط الرياضي على فكره ده حدث كبير جدا وحدث ضخم جدا 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 ولابد ان الناس تبقى متفهمه ايه اللي بيحصل في الدوله المصريه.